أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في بلد السويد وهو بلد نصراني، فهل يجوز لنا أن نأكل في المطعم ونأكل اللحوم ونسمي الله عليها بدون السؤال؟ تسمية الله عليها ما تكفي عن الذبيحة، التسمية على الذبيحة عند الذبح، أما التسمية عند الطعام هذه تسمية على الطعام ما هي على الذكاة، فلا يكفي هذا. فإذا علمتم أن هذه الذبائح أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية ولو هي من ذبائح النصارى تأكلون منها، أما إذا أشكل عليكم واشتبه عليكم تجنبوها. يعني ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تعلموا أنها على غير الطريقة الشرعية فلا تحل، الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أن تعلموا أنها ذكيت على الطريقة الشرعية فكلوا منها، الحالة الثالثة أن لا تدروا لا هذا ولا هذا، هذه مشتبه تتجنبونها. نعم.